يوم تسمع فيا؟ ايه يسمع نحكي بالرسمي راه واسمعني طفي وسط البلاد انا بطمع الاولاد. ايه نسمع في تسمع فيا ولا ايه؟ باش نقول لك حاجه عالميه، باش نقول لك حاجه عالميه تو بالرسمي. تو انا ندور فهمت نلقى واحده في الشارع فهمتني من برا من فرنسا قالت لي تهز تبيتني معاك ونكتبوا ستيق فهمتني بعد شهر نطلعوا لفرنسا. شنو رايكم؟ نجي لهنا؟ اي نجيبها للدار. قالت لي نمشي معاها للدار. نمشي معاها للدار وانا نحكي بالرسمي راهي حاجه عالميه ذي راهي من فرنسا راهي. قولي لمماتك بحذيها قولها تزغرت قول مش الدوقيقه وليدي صار ها؟ صار في الدوقيقه ولا شنو؟ ليه ولا بالرسمي نلقاها في الشارع مسكينه ما عندهاش فلوس. اما هي في فرنسا عندها برشا فلوس. تخدم في فرنسا لاباس عليها امي باباها لاباس عليها. جوها بيهي شنو قالت لك مسعوده؟ ها؟ اي دابا نشوف ابوك بيهي اسمعني انت شنو رايك انت في الموضوع؟ نجيبها ولا لا نجيبها؟ حاجه عالميه راهي. حتى نشوف ابوك شنو انت شفتي انا مازالش ندعي عليها انا ليه جوها بيهي طفله عاقله مسكينه امي علاش خلاها في الشارع؟ حذري لها حذري لها اسمعني حذري لها عشيه اني جاي حذري لها عشيه باش نجيبها. شنو هي العشيه؟ كسكسي يا امي الطفله فين وبلاد باكلي فيها في الكسكسي بالرسمي تحكي؟ اذا انا مش باين نتاو جبتني بها خلينا نشوف صار الزاسي وين حتى نشوف بها. اسمعني باش نمشي نكتب صديق انا اسمعني باش نمشي نكتب صديق واموركم تحبوا شوفوا اموركم انت غاديك وانا وكاهو اسمع هم الو يا اموركم بالرسمي نحكي راه مانيش فادلك راه تعمل عقلك وشوف شو تربي الساعة. ايش نعمل انا تو لقيت تو تحبوني نطلع على البرة كذي من لقيت انا اموري تو. بي اسمعني. كلم بو. ليه بابا انا سالتك نسال فيك انت تو شو مدخله بابا تو؟ انا ما عنديش حتى ميميش حتى نشوفها. باش نجيبها بالله طيبي لها حاجة امي تعني خذوا لها بيتزا من عندك. طيب لها حاجة وانا ما عندي شيء برا تاريخ. امي اسمعني. ماهيش كبيرة برشا هي امي. ماشي كبيرة عمرها 60 سنة هكاك. مديت بابا محسوب. صغيرة ولا 60 سنة مديت بوك ولا اسمع. ولا صغيرة مازال احلي بامها ما بنت الناس. باهي شنو نعمل تو انا امي بجرب. اي كيفاش تو؟ نجيبها ولا لا؟ نجيبها واعطيها لعطيها باش ناكل. ام اسوا قول لك نفدلك عليك اسوا تي اردوني كاميرا كاشي عالمي ام تنجو تنحكم بعد قلت لك عطني جيبت تنعطيها بالشناك على وريك يا امي يزي على مملوح انت بيعي يا امي نفدلك عليك كاميرا كاشي.